كان نيكولاي تشاوشيسكو آخر دكتاتور شيوعي عرفته أوروبا، ولكن لم يكن نظام نيكولاي تشاوشيسكو مجرد نظام دكتاتوري شيوعي. لقد بنى أضخم قصر في العالم وسط العاصمة الرومانية بوخارست. بدا وكأنه نصب تذكاري متألق يعود إلى مملكة قديمة، غير أن تاريخه لا يتجاوز 20 عاما. اعتبرت رومانيا لزمن طويل إحدى أفقر الدول الأوروبية، ولكن حتى نهاية الثمانينيات تحولت شوارعها العريضة المغبرة مسرحاً لأغرب حكم عرفته أوروبا. كان مسرحاً ضخماً للغاية، ضم 22 مليون مشاهد. أطلقنا على أنفسنا لقب المصفقين. كان هناك عرض واحد وقد يكون العرض الوحيد. بدا رجلاً طيباً وكان يستمتع بعروضنا كثيراً. كان الأمر جيداً بالنسبة إلينا. يجدر بالمرء عدم التسرع بتكوين الرأي. كان تشاوشيسكو رجل دولة عظيمة وسوف يكون له دوره المميز في التاريخ. مجدت العروض المسرحية المذهلة رومانيا خلال حكم تشاوشيسكو. تحولت البلاد بأسرها إلى مسرح، واكتسب كل مواطن دوراً خاصاً به، ولم يكن هناك سوى نجم واحد. أعد قائد شيوعي ناشئ في 21 آب عام 1968 مظاهرة شعبية ضخمة قدر لها أن تبدل قوته السياسية. كان قد مضى على نيكولاي تشاوشيسكو ابن مزارع روماني 3 سنوات وهو في الحكم. كان يعتبر حتى هذه اللحظة مجرد ألعوبة في أيدي المخضرمين من أعضاء الحزب الشيوعي. تبدل هذا الوضع برمته حين قاوم بشراسة الهجوم الروسي على تشيكوسلوفاكيا. وصلت والدتي من السوق وبيدها كيس من الكرز وهي تصيح: هاجم الروس تشيكوسلوفاكيا يا كورنيليوس الصغير، لقد هاجم الروس تشيكوسلوفاكيا. قررنا أن يدلي تشاوشيسكو بتصريح علني يقول فيه: سنتصدى عسكريا لكل من يحاول احتلال بوصة واحدة من الأراضي الرومانية. يشكل دخول القوات العسكرية إلى تشيكوسلوفاكيا وذلك من البلدان الشيوعية الخمسة خطأً كبيراً، وهو يهدد مستقبل الاشتراكية في العالم أجمع. اتخذ تشاوشيسكو موقف التحدي، واستجاب الجمهور الروماني لهذا الموقف بحماس. ارتديت ثيابي على عجل وهرعت باتجاه ميدان مبنى اللجنة المركزية، ولكن للأسف وصلت متأخرا، كان الاجتماع قد انتهى. أحسست بتبدل جذري طرأ على البلاد، وشعرت في تلك اللحظة بالفخر كوني رومانيا. شكلت معارضة تشاوشيسكو لموسكو انطلاقته على المسرح العالمي. غصت بوخارست بزعماء العالم، ونظم تشاوشيسكو حشودا ضخمة لاستقبالهم.
كان عرضاً مذهلاً، غير أنه كان أكثر من ذلك. فللمرة الأولى في التاريخ صبغت زعيماً رومانياً صفة رجل دولة عالمي. بفضل موقعه بين الشرق والغرب، ساهم تشاوشيسكو في تهيئة الأرضية لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط. كان العالم صديقه ومدعاة فخر لوطنه. جعلنا تشاوشيسكو نشعر بأننا لم نعد عبيداً لروسيا. جعلنا نؤمن بدورنا المهم في العالم، وأننا لم نعد نكرة. جسدت معارضة تشاوشيسكو لموسكو فصلاً جديداً في تاريخ رومانيا الحديث. وبعد أن كان إبراز دور الرموز والمشاعر الوطنية محظوراً في رومانيا، أصبح الحزب الآن يشجع وينظم إبراز تلك الرموز. كما قال ستيفان العظيم: هذه البلاد ملك أولادكم. شارك تشاوشيسكو في مهرجانات مسرحية محاطاً بفرسان مرتدين أزياء القرون الوسطى. كان يعتقد أنه يسير على خطى ملوك القرون الوسطى الذين حرروا رومانيا من الجيوش الأجنبية. مثل تشاوشيسكو هذه البلاد بكرامة وشرف، ورفض أن تداس البلاد بجحافل الأتراك والروس وآل هابسبرغ والألمان كما حصل في الماضي. دعمه العديد من الأشخاص غير الشيوعيين، وأقر المفكرون الوطنيون بالزعيم الجديد. خططوا وخلقوا شخصية جماعة المعجبين بنيكولاي تشاوشيسكو. وجودك بحد ذاته أعجوبة للإنسان. رومانيا الفقيرة والعارية، حين نقول تشاوشيسكو نقول رومانيا. حين تتكلم تتحول الصخور إلى جبال. إن اسم هذا القائد مشهور عالميا، تجاوزت سفراته مسافات لم يجتزها أي أمير من أمراء تاريخنا. جال في العالم كرسول لقيمنا وآمالنا العالمية لعالم أفضل وأكثر عدلا. إنه نيكولاي تشاوشيسكو. كان لكافة المقالات التي كتبتها هدف محدد جدا. استخدمت تشاوشيسكو لإيصال رسالة الخاصة بي، كانت رسالة وطنية. استخدمناه كجمل وحملناه حقائبنا. توفر لدينا في تلك الأيام كل ما نحتاج إليه. لم يعتمد تشاوشيسكو على أمجاد الماضي فحسب، بل عكف على تحديث وتصنيع بلاده. استثمر تشاوشيسكو في معامل جديدة ضخمة، واحتفل بذلك عمال خطوط الإنتاج الناشئون. جرى نقل الفلاحين الفقراء إلى مجمعات سكنية بنيت حديثا. بدأت إحدى أكثر البلدان تخلفا في أوروبا تنعم بقسط يسير من النمو والتطور. كان لدينا في تلك الأيام كل ما نحتاج إليه من المواد الأولية والآلات. كان كل شيء منظما، بما في ذلك الخدمات الصحية، بخلاف الوضع عما هو عليه اليوم، حيث تضطر لرشوة الجميع. انتدب الشيوعيون عشرات الفنانين لرسم صور لقائدهم. لم يسبق في التاريخ أن بدا ديكتاتور نابض بالحياة والحيوية بهذا الشكل. لم تكن هناك حاجة إلى فنان لرسم هذه الصور، فالحزب كان يقدم إغراءات خاصة. لقد حولتهم في رسوماتي إلى شخصيات نابضة بالحياة. كانوا يدفعون لي نقدا رواتب سخية. أتمنى لو رسمت المزيد. إني أرحب بالزبائن كافة، بغض النظر عن ولائهم السياسي أو الدول التي يترأسونها.
أخلق عملا فنيا بأسلوب مميز، إذا نال إعجابك تدفع لي، فأنا بحاجة إلى مال، علما أن الفنان يمكنه العيش بمبلغ ضئيل من المال. يستحيل على الفن أن يزدهر في غياب المال. شملت طموحات تشاوشيسكو الفنية بالإضافة إلى الرسوم الأغاني العصرية والشعر. رغب في التواصل مع الناس عبر وسيلة غير اعتيادية تماما. من وسط المدرجات نشأ نوع جديد من المسرح السياسي، جامع الفنون الاستعراضية والتظاهرات الشعبية. وأصبح الرومانيون بأكملهم فنانين مشاركين في استعراض يتناولهم هم. أدت هذه الاستعراضات خدمة سياسية. كانت الرسالة التي رغبنا في إيصالها للشعب هي مساندة الحزب الشيوعي. خاطبنا الناس عبر الشعارات والأفكار، كنا بصدد بناء أمة. كنا نسرح من المصنع قبل شهرين من بدء كل استعراض لنمارس التدريبات يومياً 8 ساعات مع فترتي استراحة. شاركت في كافة الاستعراضات، سواء بمناسبة عيد ميلاده في 23 من آب، وفي عيد العمال في 1 من أيار، وفي عيد ميلاد زوجته في 1 من حزيران، ويوم الطفل، ومن ثم يوم الشبيبة في 2 من أيار. لم يكن يمر شهر من دون أن أشارك في أحد هذه الاستعراضات، وعلى هذا النحو أمضيت كامل طفولتي. كان من الضروري أن تعكس الاستعراضات رسالة سياسية، فالحصاد كان يجب أن يكون ضخماً والعمال سعداء، وكان يعبر عن كل هذه المواضيع من خلال الرقص. كنا أحياناً نرتدي الزي التقليدي، السروال والخوذات لتمثيل طبقة العمال، وكانت مجموعات أخرى ترتدي الزي العسكري. كنا نحمل بطاقات مرقمة من 1 إلى 5، كان أحدهم ينادي رقماً فنرفع البطاقة الحاملة ذلك الرقم لتظهر صورة معينة أمام الجمهور. كان يوجد حول المنحدر هناك مجموعة متنوعة من أقلام التلوين، خصص لكل طفل لون معين. كان الأولاد يرقدون إلى داخل المدرج على وقع نقرة الطبل، ومن ثم عند ظهور الإشارة كان جميع الأطفال يجلسون القرفصة لتظهر الكتابة الملونة. كانت المشاهد التاريخية تروي قصة نضال. كان رئيس القبيلة ديسيبال قد حارب الرومان تماما كما تحدى تشاوشيسكو الروس. أدت بطولات ستيفان العظيم وميهاي الشجاع إلى توحيد رومانيا. كان من المستحيل أن تتجنب إدراك مغزى القصة. كانت إشاراتنا إلى ستيفان العظيم والمساحات الشاسعة التي حكمها رسالة واضحة موجهة إلى الاتحاد السوفيتي السابق.
كتبت الاستعراضات بمحتوى تاريخي، كان عملي مؤثرا لدرجة دفعت الجنرالات للبكاء. كانت هناك طرق أقل دراماتيكية للاستمتاع بالاستعراضات. لقد كنا نشعر بحماس كبير عند بدء كل استعراض لتقويم العمل ككل. كان يبدو رائعاً من الأعلى. أصارحك القول أنني كنت أستمتع بتلك الاستعراضات، كانت فرصة لأخذ حمام شمس أو تناول الطعام مع مجموعة من الناس. كان لكل فرد في المدرج دور خاص به يؤديه خلال المسرحية، وكان تشاوتشيسكو واللجنة المركزية المشاهدين الوحيدين. ولكن في النهاية كان يحدث أمر غريب، فجميع الممثلين والجمهور كانوا يستديرون ويحيون تشاوتشيسكو وزوجته، ويتحول الممثلون إلى مشاهدين والمشاهدون إلى ممثلين. يصبح الحزب والجمهور في تلك اللحظة وحدة متكاملة، نفكر ونتنفس معا. كانت زعامة تشاوشيسكو صدى لمشاعر الشعب، كان يستمتع بالتشجيع الكامل. امتدت الرمزية الجديدة التي شهدتها المدرجات إلى ميدان السياسة. أقسم تشاوشيسكو عام 74 اليمين الدستورية كرئيس لرومانيا. طلب الشيوعيون لتلك المناسبة إعداد بعض الشعارات الغريبة. لقد طلب مني تصميم صولجان لنيكولاي تشاوشيسكو، وقد اعتبرت تسليم زعيم شيوعي صولجانا ملكيا أمرا غريبا، لكنني تحمست للفكرة في نهاية الأمر لأنني كنت أشعر بحنين للأيام التي كانت رومانيا فيها مملكة بحد ذاتها. باسم مجلس النواب الوطني أطلب منكم قبول رمز كرامة وهيبة سلطة الدولة وسيادة الشعب الروماني وإرادته للتطور بحرية واستقلال نحو الاشتراكية والشيوعية. كان واضحا أن رئيسا شيوعيا يتسلم الرمز المميز للإقطاع الظالم في تلك البلاد. كانت المعضلة استحالة تسليمه الصولجان بشكل عادي، حتى ولو لففته بورق خاص أو ما شابه، وبالتالي قررنا صنع صندوق مجهز بحزام خاص لتثبيت الصولجان داخله بإحكام وإهدائه إياه. تعزز انتشار مسرح تشاوشيسكو حتى مدى بعيد. نشرت وسائل الإعلام بشكل واسع صورة رومانيا كما ظهرت في المدرج. كان على الصحفيين تطبيق قاعدة بسيطة. ظهرت عناوين الصحف على الشكل التالي: إنجازات ملكية عصر نيكولاي تشاوشيسكو، أهم الإنجازات في تاريخ رومانيا. كان لزاماً أن تتركز كافة هذه الإنجازات وتتجه نحو أعلى الهرم حيث مركز القوة الوحيد،
رئيس البلاد وزعيم الحزب وقائد الجيش نيكولاي تشاوشيسكو. تراوح عدد المصححين اللغويين بين 12 و 14 مصححاً. كنا نعمل كفرق مناوبة، واقتضت مهمتنا على قراءة جميع المقالات والتأكد من صحة تهجئة الكلمات كافة، خصوصاً اسمي نيكولاي تشاوشيسكو وإلينا تشاوشيسكو. مهمة تهجئة هذين الاسمين ليست صعبة، غير أن الصعوبة تكمن في قراءة هذين الاسمين 40 مرة في الصفحة الواحدة. كان لكل شخص دور خاص يؤديه. المراسلون يطرحون الأسئلة التي يحظر الاعتراض عليها، وكانت أجوبة الأشخاص الذين تتم مقابلتهم تأتي وفقاً لتوقعات الصحفي وقادة الحزب. استمعنا باقتناع وطني عميق إلى خطاب الرفيق نيكولاي تشاوشيسكو الرائع. لقد عكس الخطاب الدور الذي نقوم به نحن عمال البناء في الاستثمار الوطني ومشاريع التنمية. كان ممنوعا عليك ارتكاب الأخطاء، ومطلوبا منك الالتزام المطلق بمجموعة من القوانين، فممنوع مثلا التقاط صورته من الجهة اليسرى. إذا التقطت صورة من زاوية خاطئة للكاميرا ظهر الجلد المبقع لرجل يعاني من كبد ضعيف. كان يتلعثم كثيرا خاصة لدى لفظه عبارة الشعب فيقول. كان ممنوعا عليك تصويره وهو يحادث أعضاء اللجنة المركزية، عليك تصويره فقط وهو يصفق بيديه أو يبتسم. كانت هناك لحظة كلاسيكية، والتقاط الصورة كان أشبه بواجب وطني، ولا سيما لدى تسلمه باقة زهور من الصقور الصغيرة. كان حلمي أن أصبح صحفيا. كان بإمكاني العمل لدى صحيفة ليس ذات شأن كبير. لو فعلت لربما شعرت بخلاص روحي، ولكن كان هناك عامل إرضاء الغرور بمشاهدة الناس لك على شاشة التلفاز. أشعر بالذنب بسبب هذا الأمر، نظرا لأن أحدا لم يجبرني على العمل في محطة التلفزة. فجميع من عملوا داخل آلته الدعائية مشاركون بالذنب ويتحملون وحدهم مسؤولية أعمالهم. لم تتكل الدولة على طموح أو ولاء مواطنيها الذين لم يعثروا على أسباب خاصة تدفعهم لتنفيذ ما يطلب منهم. كانت الشرطة السرية تجد لهم تلك الأسباب. في الواقع كانت تقع أخطاء بين الحين والآخر، وكان يحصل أحياناً خطأ في تهجئة اسمه الأول نيكولاي ويكتب نيكيولاي، وكان ذلك أمراً رهيباً يترتب عليه نتائج وخيمة. فلهذه العبارة على هذا الشكل في اللغة الرومانية معناً ليس مستحبا، معنى قبيح يقارب الفحش. وإذا شاء قدرك السعيد أن ترتكب مثل هذا الخطأ، ثق بأن رجال الأمن سيأتون لاستجوابك أنت وجميع معارفك للتحقق من أنك لم تقترف ذلك الخطأ عن سابق تصور وتصميم. كانت إلينا زوجة تشاوشيسكو سعيدة بدورها في مسرح رومانيا الحي،
تركت المدرسة بدرجة ممتازة في فن التطريز وهي في 14 من عمرها، لكن كان مطلوبا من وسائل الإعلام الرومانية إظهارها بصورة أكثر ذكاء. كان لابد من إسناد دور مميز للرفيقة إلينا تشاوشيسكو، خاصة في المدن حيث البحوث العلمية أو الأكاديمية كان من الضروري ربط اسمها بالعلوم والتربية والثقافة. كان ممنوعا الإشارة إليها بالقول الرفيقة إلينا تشاوشيسكو، بل كنت ملزما باستخدام العبارة الشهيرة العالمة ذات الشهرة العالمية. كما مع زوجها كذلك معها هي، استخدم الشعراء أقلامهم لتمجيدها، ولكن الإعجاب بالعالمة الجديدة أطلق مرحلة أكثر إبداعا. فبينما غال الشعراء مع تشاوشيسكو فقد زادوا مغالاة مع إلينا. هذا اليوم مفعم بالشوق والاعتزاز، منقوش بحروف من ذهب ومكلل بالعطر، لأنه يوم أنجبت فيه رومانيا امرأة لا مثيل لها في العالم. أقر بأنني كتبت بضعة أشعار عنها، لم أفعل ذلك من أجل المال. كنت أقيم في الطبقة الثامنة في أحد المباني في ضواحي بوخارست، وكنت أحاول إقناعها بدعم الثقافة الرومانية. كنت أحاول تثقيفها تماماً كما في مسرحية شكسبير والتي كانت تحمل عنوان ترويض المرأة السليطة. فشلت في حفظ أي من الأشعار التي تتحدث عن إلينا تشاوشيسكو. كنت أشعر باستياء شديد، يستحيل علي حفظ هذا الكلام الفارغ، هذه حماقة. كانت الأشعار مملوءة بعبارات مثل المضيئة أو نظرتها أو رؤياها، كم هي رائعة ومذهلة. كانت تلك حماقة مفرطة. كانت والدتي تقول هل جننت؟ هل ترغب في أن نزج جميعنا في السجن؟ أرجوك حين تردد عبارات مثل الوالدة المحبة أو العالمة ذات الشهرة العالمية اعتبر أنك تتحدث عني. إلى جانب بلاده والعالم أجمع يمنح حبه لإنسانة أخرى هي زوجته العالمة الأصلية إلينا تشاوشيسكو. إن تفانيها على مدى الحياة الشيوعية أمدها بقوة الاستمرار، وأعمالها جعلت منها بطلة أسطورية. كان في العالم بلد واحد فقط يحتفل برئيسه بتلك الأبهة والمهرجانات الضخمة المنافسة لرومانيا. تلقى تشاوشيسكو عام 78 دعوة من الحكومة البريطانية. قال إذا توجه إلى بريطانيا ستكون زيارة رسمية، وكان يرغب في استقبال حافل. كتبت ملاحظاتي عن تلك الزيارة بعدما شعرت بأنها تستحق التعليق عليها. كتب سكرتيري الخاص، علق الدكتور أوين قائلا استلمنا في 12 من حزيران برقية تفيد بأنه سيأتي. من وافق على تلك الزيارة؟ أوافقت أنا؟ في حال فعلت فإنني نادم جدا. كنت قلقا جدا لدى مغادرتنا محطة فيكتوريا وركوب العربة لاجتياز الشوارع العريضة بمحاذاة المراكز التجارية. كنت سأشعر بحرج شديد في حال استقبلنا بالمظاهرات المستنكرة للزيارة.
دعي تشاوشيسكو لزيارة بريطانيا على أمل شرائه طائرات. كان ازدهار الاقتصاد الروماني المعلن رسمياً على وشك أن يوضع على المحك مواجهاً العالم الحقيقي. اتسمت المناقشات بين إيروسبيس البريطانية ورولز رايز المتحدة معها وبين الرومانيين بالفشل الذريع منذ البداية وحتى النهاية. على الرغم من الفقر الشديد الذي كانت تعانيه رومانيا، كانت تحاول تنفيذ مشاريع باهظة الكلفة. كان واضحاً أنهم بذلوا جهوداً مضنية للحصول على المال لدفع ثمن هذه الطائرات. استنبطوا ما أطلقوا عليه الاتفاق المقابل الذي بموجبه يتم الدفع بالمقايضة بسلع مختلفة لم يكن أحد يحتاج إليها بدلاً من النقد. على سبيل المثال، حمولة من البرتقال أو اللفت أو شبكة من الأنابيب القديمة. استلمنا تقريراً من سفيرنا يظهر بوضوح تام أن تشاوشيسكو يعتبر أسوأ دكتاتور في العالم أجمع، وأن زوجته أفعى خبيثة. كانت السيدة تشاوشيسكو واحدة من المسائل التي أثارت اهتمامنا ومراقبتنا. أفدت من مصادر موثوقة في بوخارست في ذلك الوقت بضرورة كسب ثقتها. كانت على ما أظن عالمة كيميائية بارعة. على أي حال، هذا ما كان معروفا عنها، وأنها حصلت على دبلوم من المعهد الملكي للكيمياء أو شيء من هذا القبيل. كانت مسرورة جدا بزيارتها، ونحن بدورنا سررنا بذلك لأن ذلك الأمر أدخل السرور إلى نفسه. ويمكنني أن أضيف أنه جعل أفراد حاشيته سعداء أيضا. استمدت الاستعراضات حتى الآن مواضيعها من أحداث واقعية، ولكن في أوائل الثمانينيات بدأت رومانيا تتخلف عن النص المكتوب. أصبحت المصانع مهملة وقديمة الطراز، وارتفعت أسعار الطاقة نتيجة أزمة النفط، وظهر نقص في المواد الغذائية، وتكرر انقطاع الطاقة الكهربائية. ولكن كان هناك حلول لهذه المشاكل، إعادة كتابة الحقيقة. قبل إطلاق الاستعراضات والعروض، عملت كمهندس ملحق بوحدة عسكرية خلال شبابي. طلبوا منا ذات الصباح التوجه إلى مكان محدد على ضفاف الدانوب وانتظار وصول تشاوشيسكو في زيارة للمكان بمناسبة يوم الحصاد. جعلونا ننتظر حتى الساعة السادسة مساء، إلى أن ظهر أخيرا في مروحيته وصافح قلة من الناس. توجه تشاوشيسكو عقب ذلك لتفقد معرض للمنتوجات الزراعية، ما اضطرنا للانتظار طوال هذه الفترة. احتوى المعرض إلى جانب القليل من المنتجات الزراعية مثل الذرة والملفوف والبطيخ عدداً كبيراً من السلع المصنوعة من البوليستيرين والخشب ومادة شبيهة بالبلاستيك مدهونة بالكامل لتبدو جذابة. وهكذا عرضت أجبان البوليستيرين وسلامي مصنوع من الخشب وسلع أخرى مدهونة ببراعة. تدرب موظفو المعرض للقيام بمهمتهم على أفضل وجه 3 أيام متتالية، ما يعني فساد معظم السلع الطبيعية المعروضة في ذلك الحر الشديد. أضف إلى ذلك، كان من المستحيل في ذلك الوقت العثور على معظم تلك المنتوجات في المتاجر. فكرنا فيما يمكن أن يحصل في حال رغب فعلاً في تذوق بعض تلك السلع المعروضة وتناول ثمرة فاسدة. كانت الصحف الرومانية تؤكد توسع الاقتصاد الروماني بشكل مطرد.
كنا ندرك تماماً عدم دقة الإحصاءات. كان الأمر واضحاً بالنسبة إلى الجميع، فالكل كان لديهم أصدقاء أو أقارب في الريف، وكانوا يشاهدون بأم أعينهم الوضع على الأرض. حتى الصحفيون الذين كانوا يتوجهون إلى الريف كانوا يصفون الوضع بأنه مأساوي. هل كان يمكن الاعتماد على إحصاءات تشاوشيسكو في الثمانينيات؟ أي إحصاءات؟ ما الدافع للتحدث عن الإحصاءات؟ لنعتمد الحقائق في هذا الموضوع. الحقيقة الأولى هي عدم توفر ما يكفي من المياه للاغتسال. الحقيقة الثانية هي أنه لم يكن لدى الناس صابون أو ورق مراحيض. الحقيقة الثالثة وهي التقيد بشراء كمية محددة من الخبز. رغب تشاوشيسكو في إثبات أن الإنتاج الزراعي الروماني أفضل وأكبر حجماً من الإنتاج الزراعي الروسي. لهذا السبب تجد في بعض الحالات أن هذه التقارير مغايرة للحقيقة. شهدت الثمانينيات نمواً نوعياً في حجم الاستعراضات. اكتسبت الاستعراضات خلال هذه الفترة العصيبة معناً مختلفاً في عيون القادة الشيوعيين. كانت في الماضي وسيلة للإقناع، وقد أصبحت الآن مصدر ارتياح. أعتقد أن الاستعراضات حازت على إعجاب العديد من الناس بالنظر إلى اتسامها بذوق رفيع. كانت استعراضات ضخمة وقد شارك فيها الجميع. كانت نتاج عمل أفضل المخرجين والفنانين وكذلك الشعراء. أعمال فنية إطلاقاً لم يعتبرها أحد كذلك. كانت مواد فنية من صنف رخيص، حافظنا على البساطة علماً أنها كانت تبدو مثيرة لدى عرضها على نطاق واسع. كانت الخطوات أمراً أساسياً في الاستعراضات، وكنا نتدرب عليها بهذا الشكل. استخدمنا حركات الرفوش والمعاول في أعمال بناء الموقع. عرضنا في 23 من آب أغسطس مشهداً عن ديسيبال وتراجان. كان يفترض بتراجان قتل ديسيبال. شاهدت التدريبات وفكرت كيف يعقل عرض هذا المشهد على التلفزيون. لدى إقدام ذلك الممثل الفاشل على غمد سيفه في جسد ديسيبال، أقدمت على تصوير المشهد من زاوية خاصة كي لا يتمكن المشاهدون من رؤية فداحة هذا المشهد. ليس بسبب عنفه بل بسبب رداءة تمثيله. يردد الناس اليوم أن التاريخ الروماني خلال 45 سنة الأخيرة من الحكم الشيوعي كان بمثابة الكارثة، وإنه لمن الحماقة الاعتقاد أن الشعب الروماني كان يدرك على مدى 45 عاماً أنه تحت حكم سيء، وعلى الرغم من هذا كان يحتشد للتصفيق والتهليل لحكامه. نحن نتحدث عن الملايين من الشعب الروماني. لم يكن أمامك أي خيار، كنت مجبراً على الإنشاد، وكان يوجد دائماً بالقرب منك ناشطون حزبيون يحملون قصاصات الورق بأيديهم مدون عليها ما يفترض بك إنشاده. كان ممنوعاً عليك الصياح أو ترديد عبارة مخالفة لما هو مكتوب على الورق، وفي حال حصول ذلك كان يلقى بك في السجن. كانت هناك عقوبات للذين يتخلفون عن الحضور، سواء بقطع رواتبهم أو فصلهم من وظائفهم. كانت رومانيا تعاني كارثة اقتصادية. من سيتحمل تبعات ذلك؟ كان جواب تشاوشيسكو الأجانب.
وبالأخص المصارف الدولية التي تسلفه الملايين. الحل: تصدير منتوج رومانيا الزراعي لدفع الديون الأجنبية البالغة 10 مليارات دولار. فرغت رفوف المتاجر المحلية من الأطعمة. تحلى الرومانيون بشجاعة. في لحظة حاول العالم المالي خنقنا، فمارسنا سياسة التقشف وعانينا الجوع لتسديد ديوننا. كانت تلك الحرب تمس الكرامة الوطنية واندلعت لتواجه العولمة التي تخنق العالم. نحن الرومانيين كنا الأوائل في إطلاق هذا النضال. حاربنا في الماضي العثمانيين وهيمنة السوفييت، ومن ثم حاربنا العولمة التي ليست سوى شكل آخر من أشكال الإمبريالية. شهد الأول من أيار عام 83 تقديم العرض الأول لمسرحية غنائية جديدة في بوخارست. فللمرة الأولى ولمرة واحدة فقط قام ممثل بتأدية دور شخصية تشاوشيسكو. كنت ألعب دور شخصية معينة. كنت أعرف مخرجاً مسرحياً كان ذات يوم شيوعياً متحمساً. صغت شخصيتي على مثاله، لأنني لو فكرت للحظة بتشاوشيسكو لكنت أقدمت على تأدية إيماءات شائنة على المسرح. ليكن كل رجل مساوياً للآخر ولنعش كإخوة. فلتسقط الفاشية، فلتسقط الفاشية. كان هؤلاء الناس مسؤولين عن الأمن في محيط المسرح. كان لزاماً على الجميع حمل بطاقة مرور للدخول، وكنا نخضع للتفتيش لدى دخولنا. بدأوا يخطئون بيني وبين الشخصية التي أقوم بتمثيلها. لدى وصولي كان حراس الأمن يحيونني بالتحية العسكرية. كانت هناك راقصات باليه من المسرح حيث كنت أعمل. كانت لي صديقة عزيزة علي من بينهن. خرجنا ذات يوم لتدخين سيجارة خلال فترة الاستراحة. وعلى الفور تقدم مني أحد العسكريين قائلا: أرجوك أيها الرفيق توخى الحذر، أنت لست شخصا عاديا. الرفيق تشاوشيسكو مع راقصة باليه يدخنان السجائر سيفسر الأمر على غير ما هو علي. كنت حتى الأمس مجرد ممثل ومغن ثانوي، واليوم أصبحت تشاوشيسكو. كنت أشعر باشمئزاز كل شخص ألتقي به. كانوا ينظرون إلي شذرا قائلين: أنت تؤدي دور شخصية تشاوشيسكو. لم تتحسن الأوضاع في رومانيا مع نهاية الثمانينيات، ولكن تشاوشيسكو كان منهمكاً ببناء مسرح جديد يعد الأكبر في ذلك الحين. بدأ العمل لبناء مركز المدينة الجديد للعاصمة بوخارست. جرى هدم العديد من المباني التاريخية التي كانت تعترض مكان إقامة هذا المركز، بينما جرى نقل أبنية قريبة أخرى. ساورتنا الشكوك في إمكانية هدم الكنيسة أو نقلها، لأنه كلما قررت أسرة تشاوشيسكو المرور بالقرب من الكنيسة كانوا يرسلون الشرطة العسكرية مع تعليمات بعدم الصلاة داخل أو خارج الكنيسة أو قرع الأجراس. أخيراً في عام 1986 أصدر تشاوشيسكو مرسوماً بنقل الكنيسة من مكانها، وجرى بناء مجموعة من الشقق حولها لإخفائها عن الأنظار. وفعلاً نقلت الكنيسة مسافة 23 متراً من مكانها الأصلي.
كانت فكرة مخيفة. رأينا الجرارات عند البوابة وجيوشا من العمال يحفرون الأرض. كان ذلك مشينا. دعوت الله أن ينزل أشد العقاب بتشاوشيسكو، وهذا ما حل به في نهاية الأمر. طبق تشاوشيسكو عمليا نصوص الاستعراضات، ملك قديم يقود شعبه إلى العصر الحديث. في عالم تشاوشيسكو الجديد نقل الفلاحون إلى مبان سكنية، وعاش هو في قصر كان الأضخم في العالم. كان القصر مشروع تشاوشيسكو المفضل، وكان يقصده 3 مرات يوميا. اعتبر نفسه المهندس والمصمم لذلك المبنى الضخم. كان موقع قصر تشاوشيسكو قريبا من منازلنا التي لم تنل إعجابه، وعلق بالقول: تبدو أشبه بأكواخ الغجر. هذا ما أعلمون به خلال هدمها. لم يتسم أي جزء من ذلك القصر بالبساطة. كان لزاماً إدخال أكبر قدر ممكن من الزخرفة على كل شبر فيه، والكلفة كانت أمراً ثانوياً. كل ما في داخل ذلك القصر مصنوع محلياً. كنا حين نحتاج إلى مواد مصنوعة في الخارج نبني مصنعاً لإنتاجها محلياً. الاستيراد كان ممنوعاً، والهدف من ذلك تقديم الدليل للأوروبيين على قدرة الشعب الروماني على تصنيع أي شيء يريدونه من دون الاعتماد على مساعدة الأوروبيين. لم تجهز أي من الشقق السكنية بمراحيض، بل جرى بناء مرحاض خارجي وراء كل مبنى، مرحاض واحد لكل شقة. كان الوضع أشبه بالسكن في الريف. صنعنا كل شيء محلياً: الخشب والجص والبلاط والرخام. صنعنا 3 أكبر سجادة في العالم. كانت شديدة الثقل لدرجة استحال فيها لفها. جرى حشرنا في مجمعات سكنية غير مجهزة بشكل لائق. كما قلت، جهزوا كل شقة بمرحاض خارجي. أضف إلى ذلك استحالة سير المسنين كل هذه المسافة للوصول إلى المرحاض، ما حتم تجهيز دلو خاص بهم، وكان علينا إخراجه من الشقة صباح كل يوم. كان البناء مذهلاً، ابتداءً من الأرض والأعمدة وانتهاءً بالسقف والثريات. كان من المفترض أن يبدو بشكل جيد، غير أن كل ما فعلوه هو تركيب الجدران المصنعة سابقاً، وكنت تشعر لدى دخولك القصر وكأنك داخل إلى مسرح دمن. تعاطوا مع هذا القصر وكأنه مسرح، فالمسرح خيالي، وتكون الأشياء في المسرح عادة عبارة عن بناء ملون. أصبح الشعب الروماني الآن معظم الوقت من دون مياه جارية أو تدفئة أو كهرباء. كنت تشاهد الصفوف الطويلة للحصول على مطلق أي شيء. وأخيراً تبدت لهم الحقيقة من خلال القصر.
فقدت حتى الاستعراضات حقيقتها بحلول موعد العرض الأخير. كنا نحييه لدى مرورنا من أمام القصر وكان يرد لنا التحية. كانت الأناشيد تنطلق من مكبرات الصوت، يعيش يعيش. الشعب لم يكن يردد هذه الشعارات. كان وضعاً سخيفاً برمته. كل ما كنت تسمعه من تصفيق وهتافات كان شريطاً مسجلاً، ولم يردد أحد من الشعب تلك الهتافات. شعرنا بغضب جارف في داخلنا. كنا نقف طوال اليوم في صفوف طويلة للحصول على الطعام، ونتوجه في اليوم التالي لتمجيد قادة النظام. كانت الاستعراضات مكلفة للغاية. طبعاً لم نكن نحبذها خلال الحكم الماضي، كنا نرغب في شيء أفضل. شعرنا بالضيق من المشاهد الوطنية الزائفة التي كانت تعرض على التلفزيون. كنا نفضل مشاهدة مباراة لكرة القدم. بدأت الأسباب والدوافع لمساندة الزعيم تتضاءل يوماً بعد يوم لدى السياسيين والشعراء. السبب الوحيد الذي دفعني لمساندة حكومة تشاوشيسكو طوال تلك الفترة هو امتلاك تشاوشيسكو ما يكفي من الجرأة لتمثيل رومانيا بكرامة بتصديه للسيطرة السوفيتية حتى اللحظة الأخيرة. لا أظن أن تشاوشيسكو نجح بإبقاء الروس خارج حدودنا ولا اكترث لهذا الأمر حتى. إذا نظرت إلى هنغاريا أو تشيكوسلوفاكيا أو حتى بلغاريا، أعتقد أن الاحتلال الروماني كان أسوأ من الاحتلال الروسي. أظن أنه لو احتل الروس رومانيا طوال هذه الفترة التي دامت 50 عاماً لاضطر الشعب الروماني لمحاربة عدو ظاهر للعيان، ولكن لا يمكنك محاربة أبناء شعبك. عقد تشاوشيسكو في 21 من كانون الأول اجتماعاً جماهيرياً خارج مبنى اللجنة المركزية. شهد هذا الميدان أول الاستعراضات الضخمة، وكان مقدراً له احتضان الاستعراض الأخير. كنت أعرض هذه اللقطة حول الميدان حين شاهدت الناس تدوس بأقدامها إحدى الرايات المتضمنة الشعارات، غير أنني انتقلت بالكاميرا لتصوير الجزء الهادئ من الجماهير، ومن ثم أدرت الكاميرا والتقطت هذه الصور التاريخية حين كان تشاوشيسكو يردد كفى يا رفاق. إنني أرغب في شكر منظمي هذه التظاهرة الشعبية التي تشهدها العاصمة بوخارست. انطلقت من الجماهير أصوات الاستهجان والازدراء بدل التصفيق والهتافات. كان يمكن رؤية ذهول تشاوشيسكو ظاهراً بوضوح على وجهه. لقد انتهى العرض. سمعت إلينا تشاوشيسكو تهمس أعطهم 100 إضافية. بدأ عندها يقطع الوعود للجماهير المحتشدة على أمل أن يصمتوا، غير أن الحشود لم تعد ترغب بالإصغاء لأقواله أو ابتلاع وعود ب100 إضافية، أي بعدم توفر 3 كيلوغرامات من اللحم في الأسواق. هل ساورتك ذات يوم رغبة شديدة بعرض صور الجماهير وهي تدوس رايات الشعارات؟ كلا، لم أرغب يوما في عرض صور غير لائقة، ليس بسبب الخوف،
بل احتراماً لأداب مهنتي. ما إن وقع الصدع الأول حتى جاءت النهاية بسرعة. جرى اقتحام مبنى اللجنة المركزية وفر تشاوشيسكو بمروحية خاصة. وشكلت مجموعة من الشيوعيين الثانويين حكومة طوارئ. حين شاهدت مروحية تشاوشيسكو تقلع في الجو توجهت إلى منزلي وأنا أفكر في تخلصنا من الدكتاتورية، وأصبح بإمكاني العثور على وظيفة جديدة. شاهدت التلفاز نصف ساعة ورأيت مجموعة البيروقراطيين داخل الاستوديو. بدا وكأننا سنشهد فصلا جديدا من المسرحية ذاتها. دار قتال في الشوارع بين المنتفضين والمجموعات التي ما زالت على ولائها لتشاوشيسكو. لم تبتعد مروحية تشاوشيسكو كثيرا. ألقي القبض عليه وعلى زوجته وجرت محاكمتهما من قبل محكمة عينتها الحكومة الجديدة. كانت محاكمة صورية لم تستمر سوى ساعتين. أدينا بالفساد وهدم مقومات البلاد وأعدما رميا بالرصاص. أصبحت رومانيا ديمقراطية، غير أن خيارات الشعب الروماني شبيهة اليوم بالخيارات التي كانت تملى عليهم. الحزب الأكبر في البرلمان الروماني هو الحزب الشيوعي، يليه حزب الوطنيين الذي يترأسه شاعر. كان تشاوشيسكو رجل دولة بارزا. ماذا ترغب في أن تفعل باستعراضك؟ هل تريد إطلاق النار عليه ثانية؟ ما عليك سوى سؤال الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، ما السبب الذي دفعها لتقديم عربة ملكية له؟ فلو لم توفر له أسمى درجات التكريم لدى الإمبراطورية البريطانية، ما كنا نحن الرومانيين البسطاء قد أدركنا كم هو بالرجل المهم. لو عاد تشاوشيسكو ثانية من الموت لقمنا نحن الرومانيين بقتله ثانية. كان الاستعراض جاهزا وسبق مشاهدة العروض، غير أن معظم الفتيان خرجوا إلى الشوارع والتحقوا بالانتفاضة، تسلقوا الدبابات واقتحموا مبنى اللجنة المركزية. لا شك في أنه كان استعراضا استثنائيا.